بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الفن النثري الجديد الذي سندرسه اليوم هو الخاطرة. بداية، لابد من معرفة مفهوم أو تعريف الخاطرة لغة واصطلاحا. الخاطرة في اللغة، عندما نقول خطر ببالي أمر، خطرت لي فكرة، فالخاطرة هي ما يمر بالذهن من فكرة، ما يمر بالذهن من أمر، هيك فكرة تجول سريعا في البال، فهي ما يمر بالذهن من الأمور والآراء، مأخوذة من مر بالخاطر، نقول مر بخاطر أمر، هيك ومضة، فكرة سريعة تأتي في البال، هذا هو أو هذه هي الخاطرة باللغة. بالاصطلاح هي أكيد فن نثري حديث من الفنون الحديثة، طبعا ارتبط في نشأته بالصحافة في مختلف نواحيها. الخاطرة ما يميزها، انتبهي لهون، رح نحكيها كمان شوي بالتفصيل، أنها تكون قصيرة نسبيا، من حيث الحجم هي قصيرة، تعبر عن فكرة عارضة طارئة، لأنه احنا بالبداية قلنا أن الخاطرة هي فكرة تخطر بالبال سريعا، فهي وكأنها هيك ومضة ذهنية أو فكرة شعورية سريعا تمر بالخاطر، هذه هي الخاطرة. عادة يكون لها في الصحيفة أو في المجلة عنوان ثابت، فتندرج تحت عنوان ثابت في الصحيفة أو في المجلة. الخاطرة نفسها يغلب عليها أن تكون بلا عنوان، ليس كالمقالة مثلا، المقالة لابد من وجود عنوان لها، الخاطرة قد تكون بلا عنوان، بس الغالب أن تكون بلا عنوان. هذا هو تعريف الخاطرة اصطلاحا. وردت كلمة خاطر في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. هذا الكتاب أورد فيه ابن الجوزي مجموعة من الخواطر تعنى بالقيم الإنسانية، خطرت بباله ابن الجوزي مجموعة من الخواطر فقام بكتابتها في هذا الكتاب كي لا تنسى، لأنه احنا قلنا أن الخاطرة هي ومضة ذهنية تمر سريعا في ذهن صاحبها، فقام بتدوينها وكتابتها حتى تحفظ ولا تنسى. سؤال، عللي تسمية ابن القيم الجوزي كتابه صيد الخاطر. الإجابة، لأنه أراد أن يثبت ما يخطر له من خواطر فقيدها بالكتابة كي لا تنسى، قلناها، وأراد فيها مجموعة من الخواطر التي تعنى بالقيم الإنسانية، خطرت ببال ابن الجوزي مجموعة من الخواطر فأراد أن يقيدها، بمعنى يكتبها حتى لا تحفظ ولا تنسى. الآن شروط الخاطرة، شروط الخاطرة هي من التعريف بس رح نرقمها أسهل للحفظ. شروط الخاطرة، من حيث الحجم ما يميز الخاطرة بأنها قصيرة نسبياً، حيث عدد الأسطر، عدد الصفحات هي قصيرة، ورح نقارنها بعد قليل مع المقالة. من حيث الفكرة، الخاطرة هي عبارة عن فكرة ومضة مرت سريعاً في الذهن فسجلها صاحبها وكتبها، بس هي عبارة عن فكرة، يعني كل الخاطرة هي فكرة واحدة طارئة. لماذا طارئة؟ لأنه من هنا جت كلمة خاطرة، هي تخطر بالبال سريعاً. من حيث العنوان، عادة تكون بلا عنوان، تندرج تحت عنوان ثابت في الصحيفة أو المجلة، يعني يكون لها يعني مكان ثابت في الصحيفة أو المجلة تكتب عادة فيها. الآن اذكر ثلاثة من الكتاب العرب ومن الكتاب الأردنيين الذين اشتهروا بكتابة الخاطرة. من الكتاب العرب الذين اشتهروا بكتابة الخاطرة نحفظهم: أحمد أمين، خليل السكاكيني، جبران خليل جبران. نحفظهم ثلاثة كتاب عرب اشتهروا بكتابة الخاطرة. أما من الكتاب الأردنيين، انتبه للأحمر، الأردنيين الذين اشتهروا بكتابة الخاطرة: صلاح جرار، نانا مامكغ، أحمد حسن الزعبي، وإبراهيم العجلوني. علية، يتطرق كاتب الخاطرة إلى جوانب ليس لها حدود فيما يخطر على باله، لماذا؟ ببساطة نحن قلنا أن موضوع الخاطرة هي أي شيء قد يخطر ببال صاحبة، يعني ليس بالضرورة أن تكون مثلا كالمقالة، مقالة مثلا ممكن يكون عندنا مشكلة اجتماعية، مشكلة ثقافية يقوم الكاتب بعلاجها ومعالجتها وكتابتها. الخاطرة هي أي شيء يجول ببال صاحبه، يخطر ببال صاحبه، هي مادة للكتابة. بما أنها تعتمد على الجانب الوجداني، فأي شيء قد يخطر ببال صاحبه قد يكتب، ولذلك هي لا مجال لحدودها، لأنه يغلب على الخاطرة الجانب الوجداني المليء بالإحساس الصادق والعواطف الجياشة، ولذلك يمكن أن يكتب في كل ما يخطر في باله. مرة أخرى، لماذا الخاطرة لا حدود لها؟ لأن مشاعر الإنسان وعواطف الإنسان لا حدود لها،
فأي شيء قد يخطر ببال الكاتب هي مادة للكتابة فقد يكتبها. هذا الجدول اللي ريت نحفظه كثير منيح. قارني بين الخاطرة والمقالة من حيث الحجم، الفكرة، العنوان، الشكل واستخدام الأدلة. درس السابق درسنا المقالة، الآن الخاطرة، لابد أن نميز بينهما. الخاطرة من حيث، خلينا نعمل هيك، الخاطرة من حيث الحجم تكون عادة قصيرة، قد لا تتجاوز صفحة أو فقرة كبيرة مثلاً، بس قصيرة. أما المقالة أطول أكيد من حيث الحجم وتبلغ عدة صفحات. الفكرة قلنا أن الخاطرة هي طارئة وليدة لحظتها، يعني بيكون الكاتب جالس بتخطر بباله فكرة فبيكتبها وخلص، هاي هي الخاطرة. المقالة لا، المقالة مدروسة، منتقاة، مرتبة، يعني هنالك أسس يقوم عليها. الخاطرة لا، الخاطرة جالس خطر بباله شغلة كتبها خلصنا. المقالة لابد من أن تقوم على أسس ومدروسة وأسباب وأهداف وحلول ومشاكل، فهي بتعقيد أكثر. خلينا نحكي العنوان، قلنا أن الخاطرة يغلب عليها أن تأتي بلا عنوان. المقالة عادة يكون لها عنوان، وهذا العنوان لابد أن يرتبط بالمضمون حتى يعبر عنها. الأدلة والبراهين، الخاطرة لا تعتمد على إيراد الأدلة والبراهين. ليه؟ نحن قلنا أن الخاطرة بالأغلب تعبر عن أمور وجدانية، إحساس، مشاعر. يعني الكاتب خطر بباله أمر فعبر عن شعوره، عن إحساسه بهذه الخاطرة، فلا أدلة على شعوره. المقالة تعتمد على الأدلة والبراهين، ولا سيما بالذات المقالة الموضوعية، درسنا أنواع المقالات. الشكل، الخاطرة تكتب بتلقائية كفقرة واحدة متواصلة، يعني أنا باجي بكتب المقالة من الأول للآخر نقطة وانتهينا. المقالة اللي إحنا بنعرفها، المقالة لها شكل خاص، مش بنعرف إنه مقدمة، عرض، خاتمة، لها فقرات، لها شكل خاص فيها لا يمكن الخروج عنه. الخاطرة يعني تلقائية أكثر في كتابتها. هون لابد من التقيد بالمقدمة، بالعرض، بالخاتمة، بالعناصر الموجودة فيها، بفقراتها إلى آخره. هذا الجدول التوجيهي لابد من دراسته بشكل جيد جدا. الآن الخصائص الفنية للخاطرة. الخاطرة الجيدة تكون 1- قوية التعبير، تعبر عما في نفس كاتبها. هي الخاطرة كلها عبارة عن تعبير عما في نفس، بس لابد أن تكون قوية في التعبير عن هذا الذي يجول في النفس. تكون فكرتها واضحة طبعا. الجمل متوازنة تتلائم مع مستوى إدراك القارئ، وتعتمد بحسب موضوعها ونوعه على الصور الفنية، التشبيهات المجازية، الاستعارات. يعني كلما كانت غنية بهذه التشبيهات والاستعارات كان ذلك أفضل. ليه؟ لأنه هذا يجعل للخاطرة تأثير في نفس القارئ. يعني القارئ حين يقرأ خاطرة مليئة بالتشبيهات بالاستعارات تؤثر بنفسه أكثر من أن تكون كلها حديث مباشر وخطاب مباشر. فالسؤال عللي، توظيف الصور الفنية والتشبيهات المجازية في كتابة الخاطرة. إجابة، لأن ذلك يجعل لها تأثيراً في نفس القارئ. الآن كما اعتدنا في نهاية كل درس من دروس الدروس الأدب النثري لابد أن نمثل على هذا الأدب. الآن في خاطرة للكاتب الأردني إبراهيم العجلوني، هذه الخاطرة مأخوذة من الكتاب حرفياً. هو باختصار هذه الخاطرة مبدأها، موضوعها، فكرتها تقوم على المقارنة بين مجموعتين تعدت بينهما الأزمان، فأصبحت الكم مقدم على النوع. باختصار هو الكاتب يقوم على يعبر عما يجول في نفسه، لأنه هي أصلا الخاطرة كلها عبارة عن تفسير أو تعبير عما يجول في نفس الكاتب. يستخدم جمل متوازنة، وقلنا أنها من الخصائص الفنية للخاطرة، استخدام الجمل المتوازنة التي تتلائم مع مستوى إدراك القارئ، ليس فيها تعقيد أو تكليف، تركز على الجانب الوجداني، وأصلاً هذا ما يميز الخاطرة كلها لأنها أصلاً عبارة عن ما يجول في وجدان الكاتب. فهي هذه الخاطرة قد رعت كل هذه الخصائص المطلوبة في الخاطرة. وبهذا عزيزاتي نكون قد انتهينا من درس الخاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.